أنا نمثل المرأة في سجنان بحكم تعايشت مع برشا نساء، وكان الاتحاد فعال أيام الثورة. أكل الاتحاد، مقر الاتحاد نهبوه وهزوا كل شيء وما خلاوش فيه، دونك ما عادش عندنا مقر متاع اتحاد. كانت نساء في الاتحاد الوطني للمرأة الفرع المحلي نستقطبوا 100 امرأة يجوا يخدموا، اللي عندها مشكل، اللي عندها مشاكل في دارها، كسوة ماديين أو معنويين، حتى كيجونا يحكونا مشاكلهم احنا نلقو لهم حل. دونك نحن تويك نحاول كيفاش نسترجع مقر الاتحاد، بأن المقر كان فعال وكان يخدم وكان ينشط. دونك احنا في سجننا المرأة الريفية تعاني من برشا مشاكل. أول حاجة ما عندناش قطاع اقتصادي، قطاع التنمية. احنا المرأة في سجنان تقوم 4 متاع الصباح، تخرج البنزارة تخدم في العزيب، تخلي دارها، لا تدري عليهم حيين، لا تدري عليهم موتى، وقت اللي تروح وساعات تتكسر الكار ولا يقع عطب في الكار، يبقى ودارها مشغوبين عليها. شوف وقتاش تروح وشوف كيفاش حالتها. برشا نساهم ساكن مرض وعانوا منهم، فما اللي وقع عندها عفانا وعافاكم الله السرطان، فما اللي مسكينه ما تحملش شكل برودوي شيميك، فما برشا حالات اللي يعانيوا منهم. دونك نساها ضمن اللي عندهم احاطه اجتماعيه، اللي عندهم الحاله الاجتماعيه قاسيه جدا قاسيه. فما المراه الارمله ما تلقاش حتى تخدم وتمشي تعاني وتفارع وتخلي صغارها، ما عندهاش شكل لمورد رزق، باللي حتى المورد الرزق اللي تاخذه ما يجيش لا في الترونسبور، لا يجي في المعيشة، لا يجي لا في الدواء، لا حد شيء. احنا ماذا بينا، يعطيك الصحة مدام زهور، على ونعاود نكررها على الإحاطة هذينا، واللي تفكرت سجنان. احنا سجنان نساها تعاني برشا، سجنان مشاكلها من نساء. انا حمل كثير وكبير كبير على كتافي. يعني انا من عام التسعينات وانا في الاتحاد الوطني للمرأة، وما نجمتش باش نسلم، وما نجمتش لهذه ساعة. ساعات كي نرقد ونحط راسي على المخدة تجيني مشكلة فلان ومشكلة فلان، لكن ما باليد حيلة. ساعات تجيك حالة مرض تقول لك راني ما لقيت بها وين، راني ما لقيت شكون يعاونني، راني هكا ما نلقى، ما عندي. ساعات نتصل فما شكون ولاد الحلال اللي يعاونوا، فما كيما نقول انا واحدة من الناس نعاني منها المشكل هذا. انا واحدة من الناس كنت نخدم في الاتحاد الوطني للمرأة، وايامات الثورة انقطعت عن العمل، وكنت نخدم وكنت عاينة داري، انا ام الخمسة صغار، لكن حتى واحد ما سمع صوتي، وحتى واحد ما عاوني، حتى واحد ما قال للمرأة هذيك راهي خدمت في سجنها. والحمد لله ونعمة بالله، أنا نعمل تقطير أعشاب طبية وعطرية، نحضر في المعارض، نحاول، أنا نتمنى نكون نساء باش يلقوا مورد رزق كما أنا تعبت ونضلت، لكن مش مكفيني، لكن الحمد لله. أنا نتمنى يرجع الاتحاد الوطني للمرأة، نكونوا نسيات، حتى كي تعود في دارها تنجم حتى تعمل أبسط حاجة، إن شاء الله حتى تعمل طرف حلول، إن شاء الله حتى تعمل طرف عولة، المهم تلقى مورد رزق باش توصل ولادها. أنا نتمنى من كل قلبي إنها المرأة والسلطات يلتفتوا للمرأة الريفية. أنا كي منسى الفخار نمشي لهم ونعينهم على عين المكان، فمنسى كبار اللي وصلت ما عادش تخزر، اللي معاك خزرت، اللي ما عادش تشوف، ما عندهاش ضفدر علاج باش تداوي، ما عندهاش منحة. دونك لفتة لهنسيتها وضمنا، وخاصة عندك احنا الصحة في سجنان مذعرة، يرحم والدينا المدير ويعطيهم الصحة، ولكن المواد الآلات الأولية والحاجات كما برشا ناقصتنا في سبيطار سجنان. ساعات المرأة ما توصل، ما منا تموت في نص الثنية، ما عندناش التجهيزات الكافية. علاش ما فمش إحاطة في علاش ما فمش إحاطة في سجنان؟ التعليم مضعضع، أنت توصل للتلميذ سنة سابع يخرج من الليسي، بلاش يوم باش يتعلم، باش يتعلم باش يسرق، باش يتعلم الانحراف، باش يتعلم الزطلة، باش يتعلم برشا حاجات. لذا احنا لفت السجنان ولفت المسؤولين يقعدوا في طاولة مع بعضهم، يلزمكم تحبوا سجنان، يلزمكم تناضوا على سجنان، راهو مش باش يجيك صحيح
مش يجيك من البراني باش يخدم لك سجنين، انت ولد البلاد، انت اللي عايش المشكل. سجنان تاويك كي تخرج وكل شيء تخاف على روحك، ما عادش تنجم تخرج، علاش؟ فما اولاد شباب ضايع. رغم الصعوبات اللي تعاني منها من نساء اللي يمشي ويخدموا في الجبل، نساء سجنان، من ناحيه النقل، من ناحيه تنجم، في ما فماش ضمانات، برغم كل القانون اللي صرحت والدولة واللي صرحت به باش نسي حقوق المرأة و ما فمش تطبيق. احنا نتمناو من كل السلطات ومن كل المعنيين بالأمر يتخذوا القرار هذانا ويطبقوا على كل اللي يخدموا تحت الحيط. ما فمش ضمانات، ما فمش من ناحية وسائل النقل، من ناحية الشهرية، من ناحية الضمان الاجتماعي. نأكدوا ونعاودوا يلزمهم يلتفتوا لفتة للمرأة الريفية. وحاجة أخرى احنا نتمناه من كل قلبي إلنا من نساء يحلون مشاكل نساء في سجنين، خاطرش المرأة الريفية تعاني برشا من السخانة، من المطر، من وتتعب، ولكن مش قاعدة يوصلها الفتات. الحاجة اللي الخايبة مش قاعدة تتمتع بحقوقها، ساعات مرأة تدوخ في الفلاحة، ساعات تتجلط، ساعات تصير لها كارثة، ولا بأس، يقولك ديما لا بأس، ما يمريضة ما هيك. نحنا ماذا بينا حقها كيما صرحت الدولة باش تاخو حقها، احنا يلزمنا نكونوا فاعليين ونكونوا ملمين ونكونوا محيطين بالمرأة، وإن شاء الله اللي جاي ما خير. نتمنى بقدرة ربي لا بأس، فما أمل وفما خير. أما نحبوا بعضنا، واليدين في اليدين، قدرة ربي تونس لا بأس.